نفست شركة فيلم كلينيك لمؤسسها محمد حفظي بثلاث أفلام، فيلم فيلا 69 لأيتن أمين، وفيلم عشم لماجي مورجان، وفيلم فرش وغطى لأحمد عبد الله. والحقيقة الأفلام الثلاثة حصلوا على جوائز في الدور الأربعين من مهرجان جمعية الفيلم، وقدرت الأفلام دي إنها تحقق المعادلة الصعبة، جمعت بين شكل الأفلام المستقلة والأفلام التجارية إلى حد كبير. ونافس كمان السنة دي في المهرجان فيلم على جثتي للفنان أحمد حلمي، وفيلم كمان الشتاء اللي فات للمخرج إبراهيم البطوط، وغيرها من الأفلام المميزة. وكعادة مهرجان جمعية الفيلم قام بعرض فيلم لأول مرة في حفل الختام، وقع الاختيار على فيلم المعدية بطولة أحمد صفوت ومي سليم، وللحقيقة حرصوا على حضور العرض الأول لفيلم المعدية. تعالوا مع بعض نلتقي بالفنان أحمد صفوت، ونلتقي كمان بالفنانة مي سليم، ونشوف هيقولوا لنا إيه من خلال مشاركتهم في الحفل. النهاردة بعد يعني طوال الأسبوع والعشرة أيام اللي فاتوا كنا في لقاءات مستمرة من يوم الافتتاح، وتم تصفية بعض الأفلام. اتفرجنا على 10 أفلام في كل فروع الفيلم وكل فروع السينما، واستقرينا اللجنة كلها على اختيار مجموعة الجوائز اللي النهاردة هتوزع إن شاء الله. بدون شك فيها مجهود كبير جدا، وفيها رؤية جديدة، وفيها جيل جديد طالع بيتحمل مسؤوليته في صناعة السينما في كل الفروع، سواء ديكور، مونتاج، إخراج، تمثيل. الحقيقة كان في مجهودات كبيرة جدا، وده الجيل اللي هيكمل إن شاء الله. طبعا وأنا يعني مبسوط جدا إن أنا موجود النهاردة في الختام بالذات، وخصوصا إن أنا بشارك في الختام بفيلم المعدية. أتمنى إن شاء الله يعجب النقاد والجمهور، لأنه أنا شخصيا حابب التجربة جدا والفيلم جدا. يعني أنا سعيدة جدا إن الفيلم بيشارك في المهرجان، وسعيدة إن هو يعني ردود الفعل عليه لغاية دلوقتي حلوة قوي، وأتمنى إن شاء الله إن هو لما ينزل السينما يعني يعجب الناس. إحنا عملنا فيه مجهود كبير قوي، كل كرو الفيلم ومن ممثلين الأستاذ المخرج للكاتب كله وشركة الإنتاج، تعبنا قوي في الفيلم ده، فأتمنى إن شاء الله إنه ينول إعجاب الناس إن شاء الله. بنت شخصية بنت مصرية 100%، بتحب جوزها ومخلفة منه، لكن هو بيرجع للماضي كده بحبه، وبعد كده بيحصل صراع بينها وبينه شوية، يعني هو حالة اجتماعية رومانسية حلوة قوي، إن شاء الله تعجبكم. يعني السنة دي إن شاء الله عندي مسلسل فرق توقيت مع نجم تامر حسني وكل النجوم اللي مشاركة في الفيلم، مخرج أستاذ إسلام خيري، المنتج أستاذ أحمد عبد العزيز، وسعيدة جدا بالتعاون ده، وبقول إن شاء الله ربنا يوفقنا. هو بطولة جماعية معنا نيكول وشيري عادل وظافر وأحمد السعداني، يا رب ما كنتش نسيت حد، بس هما نجوم كتير قوي من المسلسلات المتحمسة لها جدا وسعيدة بيها قوي، وأتمنى إن شاء الله ربنا يوفقنا فيه. وعندي مسلسل أستاذ النجم الكبير محمود عبد العزيز جبل الحلال، وأستاذ نسيت أقول فرق توقيت لكاتب محمد سليمان، سعيدة جدا بالتعاون معاه، وفي جبل الحلال أستاذ ناصر عبد الرحمن، وإخراج أستاذ عماد أديب. يا رب إن شاء الله يكون يعني نقلة حلوة لينا، وسعيدة جدا بالشغل مع أستاذ عادل، وبقول يا رب إن شاء الله يعني المسلسل يعمل حاجة حلوة، عاملة فيه دور صعب جدا جدا جدا، وبنت محمود عبد العزيز، يا رب إن شاء الله يعجبكم. وعندي في مسلسل كيد الحموات مع نجومكم أستاذ أحمد صقر وحسين محرم الكاتب، وأستاذة ماجدة زكي ومدام سوسن بدر، ومعايا انتصار وهلا صدقي، يعني الحمد لله مجموعة كبيرة من النجوم، وإن شاء الله ربنا يوفقنا فيهم بإذن الله. ولسه مع جولة الصحف، ومعانا خبر من جريدة اليوم السابع بيقول صبري عبد المنعم رئيس حزب في السيدة الأولى.
اتكلم الفنان صبري عبد المنعم وقال انه بدأ بالفعل تصوير دوره في مسلسل السيدة الاولى اللي بتقوم ببطولته الفنانة غادة عبد الرازق، واكد انه بيجسد شخصية سياسي بيدعي انه بيعمل لصالح الوطن لكنه في الحقيقة مهموم بنفسه وبمصالحه الشخصية. المسلسل هيعرض في رمضان القادم بإذن الله. من التصريحات الصحفية اللي معانا النهاردة عزة العليلي أدعو كل المصريين لتفعيل مبادرة ادوا فرصة لمصر بأقصى سرعة. مصطفى كامل إيمان البحر درويش شبه محمد مرسي، وإيمان البحر درويش يرد لا تنسى إنك قلت مرسي اختيار رباني. سامي العدل أجسد شخصية لواء شرطة في مسلسل فيفا أطاطا. أسر ياسين ثقتي في مخرج فيلم فرش وغطا شجعتني على إنتاجه. ميرنا وليد لم أحدد موقفي من التلفزيون حتى الآن. من جريدة اليوم السابع معنا خبر خاص بالفنان عمرو دياب، بيقول الخبر إن السبب الحقيقي وراء تأجيل مسلسل الشهرة واللي كان مقرر إنه يخوض بيه السباق الرمضاني المقبل هو رغبة الهضبة في الاستعانة بنجوم عالميين من أمريكا وأوروبا ليشاركوا بطولة بعض الحلقات ويظهروا كضيوف شرف ضمن أحداث العمل، لكن بسبب عدم الاتفاق بشكل نهائي مع النجوم العالميين ورغبتهم في التفكير في الأمر فضل الهضبة تأجيل العمل للعام المقبل. المسلسل من تأليف مدحت العدل والإخراج لأحمد نادر جلال، بيشارك في بطولته شريف منير وبشرة ومحمد لطفي وسعيد ترابيك. من الأخبار السريعة اللي معانا النهاردة طرح فيلم حلاوة روح لهيفاء وهبي بدور العرض 9 إبريل. حجاج عبد العظيم يبدأ تصوير مسلسله الجديد نهارك سعيد. سما المصري تتعاقد على فيلم أنا عارف إنك عارف إن أنا عارف. حفل الأوسكار يسجل أعلى نسبة مشاهدة تلفزيونية في أمريكا منذ 14 عام. الغرباء لا يشربون القهوة على مسرح الجد قريبا. مدير التصوير محسن أحمد يعود من ألمانيا بعد تحسن حالته الصحية. اسمحوا لي نروح لفاصل ونرجع لكم مرة تانية علشان نكمل باقي فقرات حلقتنا النهاردة.